معك من واشنطن للاستمرار بدعم المستشفيات في الشرق القدس الشرقية. نحن سعيدون جدا لاستقبالك هنا وأنت ونود أن نرحب بك. أهلا وسهلا. اسمي جو بايدن. أنا جو بايدن وزوجتي زارت هذا المكان قبل مرتين. قبل البدء أود أن أقول أنني إن هناك أمل يعطي حياة. خلفية عائلتي هي من إيرلندا وأمريكا، ونحن لدينا تاريخ خاص بنا في مجال في عدة مجالات مع البريطانيين مثل الفلسطينيين. لدينا تاريخ. زملائي عندما كنت سيناتور كانوا يمازحوني ويقولون أنني دائما أقتبس عن متحدثين إيرلنديين. يعتقدون أنني أقوم بذلك لأنني إيرلندي الأصل، ولكنني أقوم بذلك لأنهم من أفضل الكتاب في العالم، كتاب رائعين من مقاطع عدة. سأقتبس أحد منها. هي إيرلندية ولكنها تتناسب مع حالة الفلسطينيين. التاريخ يعلمنا. وعندما نصل في يوم إلى الأيام نطالب فيها بالعدالة وتأتي العدالة، الحلم والتاريخ يتناغمان مع بعضهما البعض. هذه صلاتي أن نصل إلى هذه المرحلة يوما ما، أن تتناغم الحرية والتاريخ مع بعضهما البعض. هناك الكثير من الممرضات في هذه الغرفة. هل إذا كان هناك فعلا زوجتي بفضل الممرضات وابني أيضا علق في سيارة وماتوا، وكان هناك ولدين في غرفة، وبفضل مساعدة الممرضة والممرضين والممرضات عرفوا كيف يمكن شفائهم. وكنت ألقي خطابا أنا عفوا في يوم من هذه الأيام، وكنت أعاني من صداع. أعتذر عن ذلك. إذن كنت أعاني من صداع خلال إلقاء خطاب في يوم من الأيام، واضطررت إلى سفر إلى منزلي، وكان لدي مرض خاص حينها، فذهبت إلى المستشفى وخضعت لمستشفى لعملية 9.5 ساعات، وهكذا أنقذت روحي. ومستشفى أخرى وعملية أخرى أيضا خضعت لها في رأسي، حاولوا النظر في دماغي ولم يجدوا في رأسي ولم يجدوا الدماغ. ففعلا عانيت من مرض، كنت أكاد أن أموت. أمور مماثلة يمر البعض بها، ولكن أنا ذكرت هذه الأحداث فقط لكي أتشكر الممرضين والممرضات. عندما كنت في غرفة العناية، وهذه المرة الأولى التي أقول ذلك، وعندما ننظر في الخطوط الخاصة بحياتنا وننظر أنها لا تعلو، نشعر أننا لسنا على قيد الحياة. نتعب ونعاني، نتوجع، والممرضون والممرضات في المستشفى يأتون
ويدلكون رأسي ويقولون لي في أذني ستصبح بحالة أفضل. هم وهن أحدثن تغيير في حياتي. ابني بقي عام في العراق وكان مدعي عام في ديلاوار. عاد إلى دياره لأنه حيث نام في العراق كان ينام في مكان يتم حرق فيه النفايات، وبالتالي عاد كان لديه بسبب ذلك مرض ل14 أشهر. كانت الممرضات والممرضون والأطباء يهتمون به. أعني من قلبي ذلك الممرضون والممرضات مهمين. أنا لا هنا أقلل من شأن أهمية دور الأطباء، ولكن الممرضون والممرضات يحملون الأمل. رجالاً ونساءً كانوا. أود أن أشكر المدير التنفيذي لهذه المستشفى وكل شخص عامل في هذه الشبكة. شكراً على استقبالي. هذه المرة الأولى التي أشهد بعيني العمل الحاصل هنا، وسمعت لفترات طويلة عما يحصل. زوجتي أتت في عام 2010 و2016، وأنا سعيد لرؤية نوع الخدمة وجودة الرعاية التي تقدم للشعب الفلسطيني. هذه المستشفيات هي مدماك وهي رئيسية لنظام الرعاية الصحية. يأتون الأشخاص عند الحاجة إليها مع أطفال أحياناً ومرضى، مع مثلاً أشخاص مصابين بالسرطان. يخشون الحياة بكل اللغات، وعندما تنظرون إلى الشخص وتقولون له مثلا لديك سرطان، من الأمور التي هي مروعة. أنتم لا تقدمون فقط الرعاية بل الإرشاد. هم هؤلاء الأشخاص في كل العالم الذين في هذه اللحظة يهم للشخص أن يكون هناك أحد إلى جانبه لكي يشع في الأمل فيك. لهذا السبب الولايات المتحدة ووكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة تقوم بدعم المستشفيات والقطاع الصحي منذ سنوات، مع تقديم 85 مليون دولار سنويا. في إيرلندا يتم استخدام كلمة الكرامة. والدي كان يقول دائما الكرامة مهما كانت الظروف. الكرامة كوفيد 19 أثر بشكل كبير، والكثير من المجتمعات تأثرت. وبالتالي أنا اليوم سعيد للإعلان أن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون دولار لدعم هذه المستشفيات، لدعم الطاقم الطبي الذين يعملون من أجل الشعب الفلسطيني. هذا التزام فيه من تقديم الخبرة وغيرها. عندما كنت نائب رئيس طلبت من الرئيس حينها الرئيس باراك أوباما آنذاك، سألته ما إذا يمكنني أن أقدم لقاح لسرطان. زرت كل مستشفى خاصة بالسرطان في العالم. كان هناك الكثير من الحالات وكنا على حافة إذن. تمييز أعداد المرضى. هناك الكثير من المرضى السرطان. وطلبت من الرئيس وقلت له أن أحد أهدافي أن أغير المنظور للسرطان.
لكي لا ينظر إليه من العالم كأنه عقوبة أعدام، بل كأنه مرض يمكن علاجه ويمكن التعايش معه. بدأنا إذن بهذه الحملة الخاصة بالسرطان، وقدمت رؤية في وزارة الدفاع، وكان هناك عمل ليس فقط خاص بالتكنولوجيات، ولكن حاولنا أن نعمل في قسم الصحي للتركيز على مرض السرطان، وقدمنا استثمارات للمستقبل، وأأمل أن 100 مليون دولار هذه يأتي عنها تمويل أكثر من دول أخرى للتركيز على صحة الفلسطينيين لكي يتمكنوا من الوصول إلى أفضل سبل الرعاية الصحية، ولكي يعرفوا أنهم يمكنهم اللجوء إلى المساعدة. وفي الأشخاص الذين تم تحديد أحيانا أنهم مرضى بالسرطان لا يمكنهم السماع والإصغاء، فيحتاجون إلى الإرشاد لمعرفة كيفية التعامل مع المرض والعلاج المطلوب. بالعمل مع بعضنا البعض هو أمر سنقوم به لمساعدة المستشفيات والبنى التحتية والإصلاحات الرئيسية في رعاية المرضى والرعاية الصحية ورعاية المستشفيات. أيضا الإمارات قدمت 25 مليون دولار أمريكي هذا الشأن عينه، وأنا أدعو الدول الأخرى على تقديم المساعدات أيضا في هذا القطاع. الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون الازدهار والكرامة والوصول إلى الرعاية الصحية عندما يحتاجون إليها. الرعاية الصحية ضرورية للعيش بكرامة لنا جميعا. الولايات المتحدة ستستمر بالعمل مع القيادة الفلسطينية وحكومة إسرائيل وكل الأطراف الدوليين لضمان أن مستشفيات أو شبكة مستشفيات القدس الشرقية ستبقى مستدامة متاحة وقادرة على تلبية وتقديم رعاية صحية ذات جودة إلى الفلسطينيين كما يستحقون. لا يسعني أن أقول أكثر، إذا كانت أمي هنا كانت لا تقول لي أنني تحدثت كثيرا، فبالتالي سأتوقف وسأشكركم على الاعتناء بكل المرضى الذين حسنتم حياتهم. ليبارككم الله. شكرا.